السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرة اليوم حتتناول موضوع الماينر لوسز بعد ما خلصنا موضوع الميجر لوسز، لأنه احنا حكينا في محاضرة في البدايات إنه الفقدات نوعين ميجر وماينر. فاليوم محاضرتنا مخصصة للماينر لوسز. طبعا السكشنز التابعة لهذا الموضوع في الكتاب هم من سكشن 8 ل 11 زي ما هو مكتوب أمامكم. طبعا للتذكير، احنا في محاضرة سابقة قلنا انه احنا بنتناول هيد لوسز، والهيد لوسز نوعين ميجر بسبب الفريكشن اللي بيحدث بين الفلويد وبين جدار الانبوب الداخلي على طول الانبوب، والماينر لوسز سببه هو عبارة عن تغير السرعة في الاتجاه وفي المقدار وما يرافق ذلك من اضطرابات بتصير في الفلو. فالماينر لوسز بيقول لي مرة تانية هي تحدث بسبب the change of the velocity of flowing fluid in the magnitude or in direction، وما يرافق ذلك من حدوث turbulence في الفلو عبر هذا المكان اللي بيصير فيه تغير في السرعة في الاتجاه أو في المقدار. تمام، زي ما هو موجود هنا، تمام، في الفيتنج هذه. تمام، فلاحظوا إنه اللي هو هذا عبارة عن مقطع through globe valve، يعني عبارة عن فالف بتحكم بالفلو. حنلاقي، لاحظوا هذا عبارة عن محور دوران، هنا في فرز، تمام، بينزل وبيطلع لما بده يسكر، بينزل هذا بالتف هذا الراس زي الحنفية بالضبط، وبترجع تقفل هذا المكان، ولما يكون فاتح بلف وبيطلع لفوق، فبضل فيه تجويف فاتح. لاحظوا ايش بيصير في الدايركشن للفيلوسيتي، بتتغير، وكذلك الماجنيتيود، لانه مساحة المقطع من مكان الى اخر بتتغير، فالماجنيتيود بتغير. هذا يسبب اضطراب في الفلو، هذا الاضطراب في الفلو بيسبب ماينر لوسز. تمام، هذا النوع الثاني من اللوسز، هذا النموذج عن الماينر لوسز. اذا الميجر لوسز بسبب الفريكشن، الماينر لوسز بسبب تغير السرعة في الاتجاه وفي المقدار، وبسبب ذلك من تيربلنس او اضطراب او بعض الدوامات اللي بتصير في الفلو. الجدير بالذكر هنا مرة تانية بقول الماينر لوسز compared للفريكشن لوسز في اللونج بايب بتكون اسمها ماينر. تمام، لانه في اللونج بايب بتكون الميجر لوسز هو بسبب الفريكشن، بيكون قيمتها كبيره بالنسبه للماينر، لكن ممكن تكون الماينر لوسز هي الدومينانت، هي الكبيره في البايبس الايش الصغيره. تمام، يعني بايب مثلا 2 3 فيها اكثر من فيتنج، ممكن هدول الفيتنجز، تمام، يعملوا ماينر لوسز اكثر من الفريكشن لوسز اللي بيصير في 2 3 متر، وهذا حكينا سابقا. طيب وين ممكن يصير الماينر لوسز؟ قلنا بشكل عام يحدث في وين بتتغير السرعة في الاتجاه وفي المقدار، زي في الفالفز، تمام، يعني في الصمامات، في التي كونكشن، تمام، في الدورانات او البنتس، في الريديوسرز، يعني الاماكن اللي بيصير فيها تقلص او نقصان في قطر البايب او الكونتراكشن، في عكسها في الاكسبانشن. واحد بيقول لي في الريديوسر بفهم من البايب لما بتقل بيصير في لوسز، طب ولما توسع؟ برضو بيصير في لوسز، لانه بيصير في المكان اللي بيصير فيها هذا المكان، بيصير برضو في اضطراب في الفلو ودوامات بتتكون، وهذا بتسبب فاقد في الطاقه. بيحدث في اي عنصر بيصير فيه بشكل عام تغير في السرعه في الاتجاه او في المقدار. تمام، عنوان كيف طريقه حساب الماينر لوسز. ان جنرال الماينر لوسز تحسب من فاكتور كوفيشنت اوف لوس، تمام، مضروب في الفيلوسيتي، هيد في تربيع على 2 جي. هذا ان جنرال، طبعا احيانا بيكون في 1 تربيع على 2 جي، احيانا بيكون في 2 تربيع على 2 جي، احيانا بيكون في 1 تربيع ناقص في 2 تربيع على 2 جي، احيانا بيكون في 2 تربيع، يعني بيكون على حسب الوضع. لكن ان جنرال ممكن نتكلم نقول انه الماينر لوسز يساوي لوس كوفيشنت مضروب في الفيلوسيتي هيد. طيب ايش كون شغلنا في الجاي؟ هيك احنا خلصنا الماينر لوسز، كل شغلنا كيف نطلع الكي. تمام، هذا هو كل شغلنا في ما يجري، واخراج الكي ما فيش فيها علم، يعني بمعنى اخر اما عندنا جراف او عندنا تيبل، بدنا ندخل بالانبوت وبدنا نطلع بالاوتبوت اللي هو الكوفيشنت كي. والسؤال الثاني اللي بدنا نسال انفسنا انه اي في ايش يقصد فيها، في 1 في 2 في 1 او في 2 او في 2 تربيع مثلا، على حسب ايش المسألة.
طيب حنبدأ فيهم واحد واحد. إذا sudden contraction طبعا حنشوف إنه عندي sudden contraction، اللي بعديه حيكون gradual contraction، واللي بعديه عبارة برضو عن contraction لكن هي عبارة عن entrance، خروج من التانك ودخول على البايب. تمام، هدول ثلاث شغلات مرتبطات ببعض، وبعدين في عكسهم ثلاثة، وبعدين في باقي الشغلة. in general لما يكون في عندي بايب كان قطرها A1 ضيقت وصارت A2، طبعا أكيد حيكون في هنا السرعة أبطأ وهنا السرعة أكبر، لأنه كل ما بتقل، لأنه A1 في V1 يساوي A2 في V2، هنا قلت السرعة. تمام، فهنا أسف قل المقطع فبتزيد السرعة. طيب إيش بيصير في المكان هذا اللي صار فيه sudden contraction؟ في المكان هذا اللي بيصير فيه sudden contraction الفلو بضلش بضل ينتج عن sudden contraction تكون زي ما احنا شايفين دوامات هنا وهنا وهنا. هذه الدوامات بتسبب losses. تمام، يعني على طول احنا كنا نيجي نقول هنا لما كنا نرسم energy guideline كنا نعمل مرة واحدة نقول head loss مقداره HC مثلا. تمام، طبعا لو بدنا ندقق اللوسز بيصير مرة واحدة زي ما احنا كنا نعمل، لكن هو بيصير من بداية تكون الاضطراب لنهايته، ينتهي عند نهايته، لكن احنا ان جنرال ما نعمله كأنه سدن، لكن هو في الحقيقة هو بيصير في انخفاض ينتج عن تكون هذه الدوامات. كيف بنحسب؟ بنحسب هذا اللوسز فاكتور اسمه كوفيشنت اوف كونتراكشن مضروب في تربيع 2 على 2 جي. طب واحد يقول لي ايش معناته 2؟ واحد ولا 2؟ على حسب الرسمة، هذا مربوط بالرسمة مربوط بكل شيء. V2 هي السرعة الأكبر في هذه المسألة. تمام، هي السرعة ذات القيمة الأكبر في المساحة ذات القيمة الأقل. تمام، إذا V2، إذا أنا عشان أنا هنا مش ما فيش فيها تفسير، يعني هذا أغلبه شغل جاي من empirical، من شغل empirical، وبالتالي احنا مسؤولين عن معرفة ايش معنى V2، فلازم عشان اعرفه بطلع في الرسمة. في الرسمة بتقول لي V2 هي السرعة اللي بعد اللي قيمتها اكبر. تمام، اذا عرفنا V2 تربيعها 2 جي، ضايل يطلع KC. الKC برضو على حسب المرجع، الKC بيقول لي هنا من كتابنا عشان تطلعه بدك تدخل بالفيلوسيتي ان سمولر بايب. ايش يعني الفيلوسيتي ان سمولر بايب؟ الفيلوسيتي ان سمولر بايب بمعنى اخر في اللي هي عبارة عن ايش؟ V2، لأن هذه في السمولر بايب، إذا هذه يقصد فيها إيش؟ بدنا ندخل قيمة V2. إيش كمان؟ طيب بعرف 1 2 3 6 9 12، كيف بدي أجيب الفاكتور؟ بقول لي لازم تاخذ D2 على D1، إيش D2 على D1؟ طبعاً لاحظ إنه من 0 ل 0.9، بمعنى إنه D1 الكبير ودي 2 الصغير، لأنه الريشيو أقل من 1، وهذا أصلاً بتقوله الرسمة إنه D2 هو القطر الصغير ودي1 هو القطر الكبير. فانا بدي ادخل بدي 2 على دي 1، نفترض انه مثلا كانت 0.7. تمام، وبدي ادخل بسرعه في 2 المفترض مثلا انها كانت 2، بيكون الكوفيشنت قديش؟ 0.18. هذا ال 0.18 بدي اضربه في في 2 تربيع على 2 جي عشان احسب الهيد لوس. تمام، واحد يقول لي طيب لو كانت السرعه 4 مش موجود. تمام، بقول لك اعمل انتربوليشن بين هذول القيمتين عند 4. طيب لو واحد قال 0.65 او 0.4 0.35 كانت او 0.37، باجي بقول لك والسرعه 4، يعني هنا كانت 4 تمام وهنا 0.3 مثلا 7. ايش بيلزموا هذا الكلام؟ بيلزموا شغل كثير يعني من ناحيه الحسابات. نعمل انتربوليشن بين هذه وهذه عند 0.37 وبين هذه وبين هذه عند 0.37 ونطلع القيمه، وبعدين نعمل بين هذه اللي بتطلع والقيمه اللي هنا. تمام، عند قديش؟ عند 4 بين 3 و6. تمام، يعني بنعمل دبل انتربوليشن عشان نجيب القيمه. تمام، لو كنا بدنا شيء سريع ممكن ناخذ القيمه الاكبر، يعني كاستيميشن. تمام، كاستيميشن لقيمه اللوسز. تمام، بكل بساطة هذا المسألة. طيب عشان ما نكونش محكومين بهذا الكلام بس اللي هو مرجعنا، في مراجع تانية بتمثل بتعمل عملة شغل تاني وبتمثل هذه البيانات تبعتها بطريقة أخرى. بدنا نكون ندقق، بيقول لي هنا مثلا في مرجع تاني مش من كتابنا بس عشان أنا أخليكم مرنين في التعامل مع المسألة. هنا الهيد لوس بسبب السادن كونتراكشن يساوي كوفيشن مضروب في في 2 تربيع 2 جي. طلع في الرسمة بنعرف ايش 2، في 2 يعني السرعة الأكبر. طيب كيف بجيب كي ال؟ بيقول لي عشان نجيب كي ال استخدم هذا الجراف. ايش بده؟ بده A2 على A1. ايش يعني A2 على A1؟ المساحة الصغيرة على المساحة الكبيرة، يعني تطلع هذه D2 على D1 الكل ايش؟ تربيع.
ادخل بدي 2 على دي 1 كل تربيع او اي 2 على اي 1 مثلا كانت 0.4 بجيبها هنا باكسر هيك وبجيب الفاليو بتطلع مثلا 0.36 او 0.3 هذه 0.3 0.3 مثلا 2 تمام 0.3 2 بتضرب في تربيع على 2 جي عشان احنا نشوف نطلع قيمة الهيد لوس تمام واضح المسألة مسألة بسيطة كل شغلها عبارة عن نطلع احنا في المعادلة بدفهم ايش معناته السرعة في 2 وبدأ اعرف كيف بدي اطلع الكوفيشنت اللوس كوفيشنت لاحظ انه اقصى قيمة للكوفيشنت كي يساوي نص تمام يساوي نص تمام وهذا يحدث عند مين لما تكون A2 على A1 تساوي 0 ايش يعني A2 على A1 تساوي 0 A2 على A1 تساوي 0 معناته انه A1 قيمتها كبيرة جدا 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 ايش يعني قيمة هذه الكروس سيكشن هذا كبير جدا 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 معناته كأنه هذا بيحدث وقت ايش لما تكون البايب طالعة من ايش من تانك يعني هذا بيكون تانك وهنا طالع بايب هذه A2 على A1 بتكون إشمالها تقريبا صفر وهذا معناته أن اللوسز بسبب هذا يساوي النص وهذا بنتذكره لما نصل عند التانكات تمام لاحظ طبعا هنا sudden contraction وsudden contraction حاد زي ما احنا شايفين طيب لما قديش أكبر قيمة لأصغر قيمة صفر لما تكون A2 على A1 تساوي 1 إيش معنى A2 على A1 تساوي 1 معناته معناته انه ما فيش ال A2 و A1 متساويات A2 و A1 متساويات معناته ما فيش losses وهذا معناته انه K قلب صفر ومعناته head loss يساوي 0 طيب بالنسبة للجراديوال كونتراكشن اذا احنا دخلنا خلصنا السادن كونتراكشن رحنا على الجراديوال كونتراكشن طيب في الجراديوال كونتراكشن اللوسز حيكون اقل من السادن لانه هناك فجائي والفجائي والكسرة او في حدة في التغير بسبب هذا اللي هو تغير المقطع بشكل مباشر وسريع يعني فجأة مرة واحدة فبيحدث هنا في الأماكن في الجران هذه إيش زي ما شفنا بيصير في تيارات ودوامات بتسبب اللوسز عشان نقلل من اللوسز ممكن نستخدم gradual contraction أو reducer أو أحيانا برضو النزل برضو هو عبارة عن gradual contraction وهذا بيعمل لوسز مقداره h يساوي الهيد لوس يساوي coefficient k مضروب في v2 تربيع على 2g الآن أنتوا بيكون تجاوبوني إيش v2 بتطلع هنا في الرسمة v2 هي السرعة الأكبر فهمنا طيب كيف بدي أطلع kc برايم كي سي برايم من هذا الاكسس بدخل بالفا طيب الفا ايش معناته بطلع في الرسمه انا بقدرش اجاوبكم من عندي لازم اطلع في الرسمه لانه هذا مرجع بيجي بالفا هي عباره عن الزاويه الكليه للنزل او ريديوسر تمام طيب بدخل بالفا نفترض انها مثلا كانت 45 بدي اروح على واحد من الكيرفات هذول ايش هم واحد من الكيرفات هذول هم A2 على A1 تمام A2 على A1 نفترض انه A2 على A1 كانت نص تمام باكسر هيك وبجيب الكوفيشنت لوسز مثلا تقريبا 0.04 لاحظوا انه صغير كتير يعني كل اللوس من 0 ل 0.05 مش زي اللي قبله اللي كان من 0 ل 0.5 تمام طيب مرجع اخر مثلا هنا معطيني المعادلة بيقول لي الهيد لوس يساوي كي ال في في 2 ناقص في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع 2 جي طب هل هذا بيجيب بالضبط اللي قبله لا هذا امبيريكال وهذا امبيريكال كل واحد اشتغل لحاله وطلع جدوله لحاله طيب كيف بدي اجيب الكي ايش معنى في 2 وفي 1 بطلع في 2 هي السرعة الاكبر في 1 هي السرعة الاقل تمام الكي ال بنجاب من المعادلة هذه بدخل بالفا طيب ايش الفا الفا هي عبارة على حسب الرسمة هنا هي عبارة عن الزاوية الكلية 2 الفا وبالتالي الزاوية الالفا هي عبارة عن نص الزاوية الكلية تمام عشان هيك بقول لكم كل مرجع بدنا نطلع ايش تعريفات الهدف فبدخل بالفا مثلا 30 بيطلع 0.32 0.32 بضربه في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع على 2 جي بيعطيني الهيد لوس احيانا المرجع بيكون فيه خلل لكن منقدرش نعمل نتأكد منه ليش لأنه أغلب شغل هذا empirical وبالتالي يعني منقدرش تحليله بشكل مباشر مثلا هنا بيجي بقول الهيد لوس بسبب الجراديوال كونتراكشن يساوي كي في 2 تربيع على 2
نسينا الجي. طيب هل هو نسيها فعلا ولا هي داخله في القيام؟ ما نقدرش نحدد، بس احنا بنتوقع انه ناسي الجي، لانه ما فيش داعي انه اكتب في 2 تربيع على 2. عشان هيك بقول لكم المساله هذه انه لازم نعرف، لازم نلتزم بما هو موجود. هنا اثار هذا سؤال، وممكن يكون المعادله اللي هنا اشمالها غلط. فالامبيريكال فورمولا برضو مشكلتها انه احنا ما نقدرش نحلل ونقول انه هذا غلط فور شور. تمام. المهم كل ما هو احنا زي ما انتم شايفين معادله جراف او تيبل، بدنا نعرف كيف نطلع الكوفيشنت ونعرف ايش معنات السرعه اللي بيقصدها هو. الحاله الخاصه انه يكون عندي سادن كونتراكشن بسبب الخروج من التانك والدخول في البايب، انترانس تو بايب. تمام. ولاحظ ايش بيقول لي، كي في في تربيع 2 جي. طيب ليش ما قالش في 1 وفي 2؟ لانه السرعه هنا شبه في التانك الكبير بتكون تقريبا صفر، وبتبدا السرعه تزيد عند البايب. هنا في هي عباره عن الفيلوسيتي وين في البايب. تمام. هنا السرعه، يعني هنا السرعه هذه عباره عن في. تمام. السرعه اللي ماشيه في البايب بعد التانك هذه عباره عن في. طيب كيف بدي اطلع الكوفيشن؟ بيقول لي على حسب ال connection. اذا كانت شارب حاده نص، وهذا قلناه قبل شويه، مش قلنا هنا في المساله هذه لما كنا بنشتغل قلنا اقصى قيمه بتكون نص لما تكون a، لما تكون a 2 على a 1 تساوي صفر، وقلنا ايش معنات a 2 على a 1 تساوي صفر؟ لما تكون القصه زي تاعت التانك طالع منه بايب. تمام. وكل ما احنا عملنا اضطراب اكبر كل ما كان الكوفيشنت اكبر، وكل ما كان عملنا الاضطراب اقل. تمام. يعني خلينا الخروج تبع الميه من التانك ودخولها في البايب انعم واسلس، كل ما كان اللوسز كوفيشنت، اللوس كوفيشنت اقل. طيب هذا بنسميه ري انترنت او امبيدد، بتكون داخل البايب زي التانكات اللي عندنا فوق البيت، لانه بحط نبل وبعدين صواميل من الداخل ومن الخارج، وبالتالي بيكون هو انترنت. بيقول الكوفيشنت تقريبا 0.8، في كتابنا بيقول 1، يعني من 1 من 0.8 الى 1. الشارب نص في في تربيع 2 جي. السلايتلي راوندد هذا اللي بيكون في راوندنج. تمام. 0.2. والويل راوندنج تمام اللي هي زي ما انتم شايفين النعومه اكبر يساوي 0.04. نفس القصة. مثلا أنا لقيت في مرجع تاني مسميها هذا بدل الشارب مسميه سكوير ايدج. إذا لما تشوفوا واحد بيقول لكم شارب أو سكوير ايدج بيقصد فيها هذا الشكل، وبتكون القيمة نص. الري انترنت أو الإمبيدد 0.8، أو في كتابنا قديش بيقول 1. البيل ماوثد تمام 0.04. البيل ماوث اللي هي الويل راوندد 0.04 0.04. تمام. في مرجع تاني مثلا اجى قال طيب ايش يعني سلايت وويل ومش عارف ايش، يعني كيف اللفه هاد بيقول عنها انها سلايت ولا ويل. راح درسوا العلاقه بين ار وبين قطر الدي، وطلع الكوفيشنت كداله زي ما انتم شايفين في ار على دي. هذا الاكسس هو ار على ايش؟ على دي، اللي مش شايف قيمه الاكسس. هذا ار على دي. فاحنا قديش نصف قطر الدوران بالنسبه لدي. تمام. بناء عليه بأدخل وبجيب الكوفيشنت وبيطلع الهيد لوس بالضبط. يعني هذا عبارة عن دراسة تفصيلية حددت قيمة لوسز، مش ان جنرال سلايت ولا ويل راوندد، لا، بناء على قيمة الدوران، نصف قطر الدوران بالنسبة لقطر البايب. تمام. لاحظوا انه لما تكون ار على دي يساوي صفر، ايش يعني ار على دي يساوي صفر؟ يعني ار بصفر. ايش يعني ار بصفر؟ يعني هذه عبارة عن ايش؟ يعني كل ما تزيد ار كل ما زادت الدوران. تمام. معناته هذه ايش؟ شارب. الشارب احنا ايش قلنا عنه؟ يساوي نص. طبعا بدي اقول لكم انه في الشارب لو ما حدش جاب سيره هذا لازم نحفظه، لازم نعرف انه لو ما حدش قال لي ايش نوع الكونكشن بفترضها انها ايش؟ شارب. قديش اللوس كوفيشنت؟ نص. يعني اللوس الكوفيشنت في هذا ما لم يتحدث في هذا، باجي بقول يساوي نص في في تربيع على ايش؟ على 2 جي، واحنا بنجري. تمام. يعني لو ما اعطناش المعلومه بدي افترض انه الكونكشن شارب او سكوير ايدج، وقيمه اللوسز يساوي نص في في تربيع على 2 جي. لو عندي تفاصيل بقى اشتغل بالتفاصيل زي ما احنا شايفين. عكس الثلاثه اللي احنا شفناهم اللي هم عكس الكونتراكشن اللي هو الاكسبانشن. تمام. في الاكسبانشن بقول الهيد لوس يساوي في 1 تربيع،
في واحد ناقص في اثنين لكل تربيع على 2 جي. طبعا هذه من المسائل ممكن اثباتها، في لها اثبات لو رحتوا تدوروا عليه. وفي السدن زي ما انتم شايفين في السدن انلارجمنت او اكسبانشن بصير في عندي دوامات وهذه بتسبب اللوسز. تمام، قيمتها في واحد ناقص في اثنين الكل تربيع على 2 جي. ايش في واحد وايش في اثنين؟ في واحد هي السرعه الاكبر وفي اثنين سرعه الاقل. في واحد هي السرعه قبل وفي اثنين سرعه اللي بعد. طبعا وين ما نروح في المراجع حنلاقي انه من لانه هذه مثبته مش امبيريكال، حنلاقي انه كل المراجع بس بتختلف في شكل اظهار المعادله وكلهم بيعطوني نفس القيم. تمام، اذا هذه ممكن احنا نحللها. تمام، في مرجع تاني بيقول لي الهيد لوس يساوي كي في في واحد تربيع على 2 جي، في واحد تربيع هي السرعه اللي قبل السرعه الاكبر، وكي ال واحد ناقص اي واحد على 2 الكل تربيع. او هو جايبه هنا، طبعا هذا عباره عن اللي مش شايف، هذا عباره عن اي واحد على ايش؟ على اي 2. بادخل باي واحد على اي 2 ممكن نجيب كي ال، او هو مسك هذه المعادله وراح رسمها. تمام، هذه المعادله رسمها، ولو مسكنا هذه وحطيناها هنا بتطلع هذه المعادله اللي فوق. ليش هذا الكلام؟ ليش انا بقول؟ لانه هذا قلت لكم هذا ممكن اثبات قيمه اللوسز في المكان هذا وتطلع ونطلع الهيد لوس. تمام، يعني هنا لو حطينا، لو رحنا رجع حطينا في واحد دلتها في اثنين، قلنا في واحد في اي واحد يساوي في اثنين في اي اثنين، وشلت في واحد وحطيت شلت في اثنين وحطيت ما يساويها بدلت في واحد ورتبت معادلتي بيطلع الكي يساوي هالقد. تمام، ممكن تدوروا عليها وتثبتوها. واللي بدوش يستخدم معادلة ممكن يستخدم الجراف، بدخل بـ A1 على A2، A1 الصغير على A2، وبجيب كي ال وبضربها في 1 تربيع على 2 جي، أو بيستخدم هذا بشكل مباشر والكي يساوي 1 زي ما احنا شايفين. تمام، يعني هذا مرجع وهذا مرجع آخر. طب ليش شكل المعادلة مختلف؟ هي شكل إظهار المعادلة، لكن هم معادلتين متماثلتين زي ما قلت لكم. بدل ما يكون في عندي sudden enlargement يكون لو كان عندي gradual enlargement الكونيكال ديفيوجر، بقول لي الهيد لوس يساوي coefficient مضروب في في واحد تربيع ناقص في اثنين تربيع. بدي افهم ايش معنى في واحد وفي اثنين. في واحد هي القبل وفي اثنين هي السرعه الابطا بعد. كي اي من جاب من الجراف هذا بدلالات الفا، هذه الفا. تمام، الالفا ايش بالرسمه بتكون؟ هي عباره عن الزاويه الكليه. اذا بدخل بالزاويه الكليه بجيب الكوفيشنت بضربه في واحد تربيع ناقص في اثنين تربيع على 2 جي. بعض الكتب جايبالي هذا جيبسون تيست، عامل دراسه رابط بين اللي بقول الهيد لوس يساوي في واحد ناقص في اثنين الكل تربيع على 2 جي. لاحظ تختلف عن هذه في واحد تربيع ناقص في اثنين تربيع. تمام، طيب هل هو بيجيب نفس القيم؟ لا، هذا امبيريكال يكون مرجع، لكن ممكن يكون القيم شوية متقاربة. إذا في واحد سرعة الأكبر، في اثنين سرعة اللي بعد الأصغر، على 2 جي زي ما احنا شايفين. الكي ال كيف بدي أجيب الكي ال في الرسمة هذه؟ بيقول لي أدخل بثيتا. طيب دخلت بثيتا إيش مفروض بدي كمان؟ A2 على A1، A2 الكبيرة على A1، عشان هيك قيمهم فوق الواحد 4 2.5 2.25 9. بأكسر وبروح بجيب الكوفيشنت، الكوفيشنت بضربه في واحد ناقص في اثنين الكل تربيع على 2 جي، بجيب الهيد لوس بسبب الجراديوال انلارجمنت. الحاله الثالثه اللي هي الهيد لوس بسبب الاكزيت من البايب والدخول في التانك، عكس الحاله السابقه. الحاله السابقه كان في عندي تانك والبايب طالعه منه، هنا قلنا نص في في تربيع على 2 جي، او على حسب الراوندنج هنا اذا، او على حسب البايب داخله او طالعه او ايش هذا. تمام، طيب هنا بيقول لي الهيد لوس بسبب الخروج من التانك، الخروج من البايب دخول في التانك يساوي في كل الاحوال هنا بغض النظر عن كونكشن، سواء كان سكوير ايدج او انترنت او سلايتلي راوندد او راوندد، كلها في تربيع 2 جي. ليش؟ لانه احنا لما الميه تطلع من هنا بيكون لها سرعه مقدارها في في. تمام، وإلها انرجي، كاينتيك انرجي مقدارها في تربيع 2 جي. لما تدخل في التانك بنفقد هذه الكاينتيك انرجي، لانه بتبدا تتباطأ الميه لغايه ما تصفر. بمعنى اخر ايش؟ فقدت في تربيع على 2 جي بغض النظر عن الكونكشن. هنا الحاله مختلفه، هنا كل ما احنا عملنا نوع تنعيم كل ما احنا اللوسز اللي بسبب الدخول للبايب بيكون اشماله اقل. تمام، اذا هي بوضحها ليش الكي دي
يساوي واحد، بقول لي the entire kinetic energy اللي هو الفي تربيع على 2 جي لل exiting fluid تمام is dissipated through the viscous effect as the stream of fluid mixes with the fluid in the tank، وبالتالي السرعة بتصير بصفر، وبالتالي احنا فقدنا كل الفي تربيع على 2 جي عند 2، يعني عند النقطة 2 هنا بنكون فقدنا تقريبا كل الكاينتيك انرجي تمام. اذا اخذنا ثلاث احوال، ثلاثة وعكسهم ثلاثة، بدنا نراجعهم على السريع. الاولاني كان بسبب السادن كونتراكشن وحكينا عنه، بعدين بسبب الجراديوال كونتراكشن، وبعدين بسبب الخروج من التانك والدخول في البايب، وعكسهم شفناهم sudden expansion gradual expansion تمام والخروج من البايب والدخول في التانك. طبعا هذه برضو مفروض نحفظها، يعني هذه لازم نعرفها، حاجتين لازم نعرفهم لما نطلع من من التانك وندخل في البايب وما حدش يتكلم إشي، بقول اللوس يساوي نص في في تربيع 2 جي. لما نطلع من البايب وندخل في التانك تمام وما حدش يجيب سيره ويقول لي دخل اللوسز، بقول له هنا اللوسز قديش مقداره؟ في تربيع على مين؟ على 2 جي، اي في، في طبعا اللي قبل التانك تمام. هدول حاجتين ضروري، هدول لازم يكون واحد حافظ. طيب في هيد لوس بيحدث بسبب البنس اللي هو الانحناء اللي بيصير في البايب، يعني البايب نفسها ولفناها لفه بيصير بسبب، وهذا ايش بيسبب؟ تغير في السرعه في الدايركشن، تغير السرعه في الدايركشن بيسبب losses، لأنه يرافق ذلك تكون تيارات أو دوامات، واحد منهم احنا شايفينه، وواحد تاني في المقطع، يعني المقطع نفسه هنا بنلاقي في عندي ايش دوامتين عكس بعض للمية بتحركوا بهذا الشكل والمية بتحرك بهذا الشكل، وفي نفس الوقت هنا بيصير في separation للفلو، وهنا في دوامة بتضلها تلف في المية. هنا عشان نجيب اللوسز، اللوسز بقول لي كيف في تربيع 2 جي، طب ليش مش مكتب في 1 وفي 2؟ لأنه هي سرعة واحدة، البايب ما تغيرتش قيمتها، اتغيرت في الاتجاه. بدي ادخل بار على دي، طيب ايش ار على دي؟ ار هي نصف قطر الانحناء، دي هو قطر البايب، بشوف ايش قيمته وبأضرب في، وباخذ القيمه اللي قباله وبضرب في في تربيع على 2 جي. احيانا بيكون في عندي حاجه اسمها الميتر بنتس، هي عباره عن انحناءات حاده تمام، يعني بسبب الخاصه بنستخدمها لما يكون السبيس ليميتد تمام، واما بتكون عادي مباشر يعني زي تي كونك زي زاويه بس حاده جدا، او بتكون موجود معها فانز يعني زي شفرات للمساعده انه الميه تلف باقل خسائر في الانرجي تمام. لاحظوا هنا في دوامات، هنا الدوامات اقل، عشان هيك حنلاقي اللوسز هنا الكوفيشن تبعته 1.1 وهنا اللوسز قديش 0.2 تمام. البوينت 2 مع مين؟ اللي معها with guide vans، الثاني without guide vans بيكون 1.1 مضروب في في تربيع 2 جي، في هي عباره عن السرعه الماشيه في البايب. طبعا هذا له مشاكل انه مع الجايد فانز لو كان هنا الميه فيها مش فيها شوائب ممكن تقفل وتعمل لي لوسز اكثر. طيب ايش في عندي كمان لوسز ممكن تصير؟ لوسز بسبب البايب فيتنجز، يعني عباره عن الاكسسوارات اللي بتكون على البايب، زي مثلا عندي مجموعه من الفالفز، الالبوز يعني الاكواع، البنس زي حكينا عنها، التي كونكشن تمام. ولاحظوا هنا في عندي عده انواع من الفالفز، هنا مذكور بعض الانواع. ايش فائده الفالفز؟ احيانا هو عباره عن تحكم في الفلو تمام، جزء من الفالفز فائدتها تحكم الفلو، جزء من الفالف لها فوائد اخرى زي ما هنشوف. المهم هنا بيقول لي هذا عبارة عن جيت فالف، لاحظوا هذا مقلوب بس هذا مقلوب 90 درجة. لما عندي محور دوران، لما بنلف الايد هذه تمام زي العجل تمام، بيطلع الجيت اللي هو زي البوابة وبتدخل في التجويف والمية بتضلها ايش ماشي، هذه في وضع الكلوزد وهي في وضع الاوبن، هدفه التحكم في الفلو. طبعا التحكم في الفلو بشكل مش دقيق تمام، لانه هذه فتحه واسعه مره واحده بتتوسع بشكل سريع. اذا قديش اللوسز فيه؟ بقول لي النص 0.15 في في تربيع على 2 جي، في هي السرعه اللي ماشيه في البايب لما يكون فولي اوبن. ليش؟ لانه لو كان كلوزد بتكون الكي في ما لا نهايه،
لانه معنى بمشيش فلو. كي في بتكون اشمالها من النهايه. طب لو كان ربع فاتح ولا نص فاتح برضه اللوسز بضل يزيد، كل ما ضيقنا الفالف اللوسز بيزيد لغايه ما يصل لما النهايه اللي هو في حاله الكلوز. نوع اخر من انواع الجلوف فالفز اللي هو اشبه بحنفيه البيوت، تمام، واللي هو اللي كان عندنا في اول الرسمه. في عندي برضه ذراع محور دوران، في عندي عجل فوق بلف، بيكون مغلق في الوضع المغلق، لو احنا لفيناه بيطلع هذا البلاج او اللي هي السداده وبتفتح المجال والمي بتدخل من هنا. طبعا اللوزز في هذا المكان برضو اكبر من اللي قبله. ليش؟ لانه الاضطراب المتكون اكبر، وبالتالي هنا بقول لي 10 في حاله فولي اوبن. طبعا لو سكرناه حنلاقي انه كي في هذا يزداد بشكل مضطرد الى ان يصل ما لا نهايه لو كان البايب، لو كان الفالف كلوزد. في عندي فالفز ثانيه مثلا زي التشيك فالفز. التشيك فالف هذا عباره عن فالف هدفه التحكم مش في الفلو، التحكم في الدايركشن اوف فلو. تشيك فالف اللي هو الرداد، تمام، الهدف منه التحكم في التحكم في اتجاه الفلو. يعني هو بنحط بحيث ان الفلو يضل ماشي بهذا الاتجاه مثلا، تمام، لو الفلو بده ينعكس بيسكر، وهذا غالبا بنحط في خطوط الضغط اللي بعد البامبس. بدناش لما نوقف المضخة تقوم المية راجعة كاملة على محطة الضخ، بدنا نوقفها، فبنحط تشيك فالف او رداد، تمام. لاحظوا انه هو مسكر. فيه هنا عندي في زي بوابة ان الها محور دوران هنا، لما المية تيجي هنا بتدفع البوابة بتضلها ماشية. طب لما تنعكس لما تنعكس بتحرك البوابة وبترجع مرة تانية في التجويف وبتسكر الفلو. هذا عند هذا بنسميه سوينج تايب، بس في أنواع أخرى زي البول تايب والليفت تايب، وطبعا على حسب اللوسز بسببها بيزيد. مثلا هذا كتير بيعمل لوسز، فبنكون حذرين في استخدام نوع التشيك فالف البناية. المهم باخذ الكوفيشنت بضرب في تربيع عندي اجيب اللوسز. روتاري فالف هذا فالف برضه هدفه التحكم في الفلو مش الدايركشن اوف فلو، في قيمه الفلو، فاتح مسكر، تمام، واللوسز فيه اقرب ما يكون للشبر اللي بيعرف في الزراعه، 10 في في تربيع على 2 جي لما يكون فولي اوبن. طبعا انا جبت لكم هنا من مراجع اخرى، مثلا المرجع بتكلم عن الالبو، وهذا الالبو مثلا بيقول لي في الالبو كي في في تربيع 2 جي، كل هدول كي في في تربيع 2 جي، ما نفهمش معنى في وايش الكي. الفي هي السرعه اللي ماشيه، يحط لي اياها السرعه اللي ماشيه في البايب الرئيسيه. كيف بدي اطلع الكي؟ على حسب. هاي بيقول لي عندي ريجولار 90 ديجري، يعني عندي زاويه ريجولار 90 ديجري، في لونج راديوس بتكون الدوران فيها اوسع، تمام، ريجولار 45 على هاي الزاويه 45، تمام، بعطيني اللوسز. ايش فلانج وثريتد؟ الثريتد المسننة، يعني التشبيك بين البايب وبين الالبو، تمام، بين الالبو الكوع، تمام، مسنن الثريت. هذا الثريتد. الفلانج بيكون في عندي فلانج هنا براغي خارجية بتتركب فيها، مع طبعا بيكون في زي الجلدة بتحكم الربط، تمام. اذا الفلانج بيكون هنا عندي بروز وفي عبارة عن براغي هنا، تمام، والثريدد هذا مسنن، تمام. هذا الفرق بين الاثنين عشان لما نجيب اللوسز نعرف ايش الفرق اللي بيشرح. برضه هنا فلانج وثريتد بيقول 180 بنت، يعني بنت بتلف كامل. اللوسز هيو على حسب مسنن، على حسب مسنن او فلانج. التي كونكشن بيقول لي في اللاين فلو والبرانش فلو، لو احنا بنحلل الفلو في اللاين هاي باخد قديش؟ 0.2 بصير لوسز في المكان هذا. هذا 0.2 لو كان ايش؟ فلانجد براغ. 3 لو كانت مسننه باخذ 0.9. طيب لو احنا ماشيين من حل ما احنا بنو الايكويشن بطبقها بين النقطتين، اما هذه مثلا وهذه. طيب لو بطبق بين هذه وهذه بدي امشي هيك، صح؟ يعني ما مشيتش في اللاين فلو، مشيت في البرانش فلو، فباخذ الفلو، باخذ اللوسز يساوي 1 لما نيجي نحلل بهذا الاتجاه، تمام؟ هذه مثلا من كتب تانية ماخدة كل جايبة اللي قبل اللي شرحنا قبل شوية، وجايبة برضو اليونيون اللي هو كأنه أنا بعمل وصلة عشان أكمل أطول لزق تو بايبس أو أربط تو بايبس ببعض. في الفالفز لاحظ هاي جلوب فالف جبناه فولي أوبن 10 حكينا عنه، أنجل
هذا نوع من انواع الفالف، بيكون على زاويه جايه، الايد تبعته جاي على زاويه اللي هي المحور الدوران اللي بتلف. الجيت فالف حكينا عنه، احنا قبل شويه قلنا 0.15. طيب لو بدي معلومات تفصيليه، هي قال لي لو كان ربع مسكر 0.26، نص مسكر 2.1، ثلاث ارباع مسكر 17، طب فولي كلوزد ما لا نهايه. طيب هنا التشيك فالف سوينج تايب، النوع اللي سوينج في الفورورد فلو اللي هو بيكون فاتح فيه 2، طب في الباكورد فلو قديش بتكون اللوسز كوفيشنت؟ ما لا نهايه، لانه بيكون مانع الفلو، كي تساوي ما لا نهايه. ونفس القصه في البول فالف، بيقول لي لو كان فولي اوبند 0.05 شفناها، لو كان تلت كلوزد 5.5، لو كان تلتين مش مبين عندكم يمكن عشان العرض، التلتين بتكون تلتين كلوزد مكتوب قبالي 210. طبعا ايش يعني 210؟ بدي اضربها في في تربيع على 2 جي. طب لو كان فولي كلوزد بتكون ما لا نهايه، تمام، وساعتها حيكون حنلاقي الفلو في معادله برنولي يساوي صفر، لانه الكي تبعت هذا تساوي ما لا نهايه. طب ايش سبب هذا؟ انه قفل. هاي بكل بساطه. برضو بعض الكتب لما كل البيانات السابقة البايب انترانس الكونتراكشن الاكسبانشن، يعني طريقة من طرق العرض لكل اللي احنا شفناه يمكن بشكل مدمج ومختصر، انه نحصل البيانات المعلومات تبعتنا، تمام. ايش المطلوب منا احنا في هذا الجانب؟ الحاجتين مطلوب الان قبل ما نقول ايش المطلوب، انه كل القيم السابقه هي افريج تيبيكال فاليوز، عشان هيك احيانا بتلاقيها من مرجع لمرجع بتختلف وبالتالي ما نقلقش، تمام. الاكتوال فاليو ممكن بيعطينا اياها المانيفاكتشرر او من خلال التجارب، ممكن كمان بعض الكتالوجات والهايدروليك هاند بوكس تعطينا معلومات تفصيليه اكثر من اللي احنا شفنا. طيب احنا ايش اللي بدنا اياه في كل هذا؟ بدنا نعرف كيف ممكن نحسب الماينر لوسز. بكل بساطه عشان نحسب الماينر لوسز بدي اعرف المعادله، ولما اعرف المعادله بعرف ايش بيقصد في الفيلوسيتي اللي فيها، وكيف بدي اطلع الكي بس، تمام. اما بكون في عندي جراف او بكون في عندي جدول بطلع منه الكي. طيب ايش الحاجات اللي لازم احفظها في كل هذا؟ بدنا نعرف كيف نطول البيانات. طيب ايش بدي احفظ؟ قلت لكم بدنا نحفظ حاجتين، هذا بدنا نجيبوش. لو واحد اجى قال لي بايب طالع من الميه طالع من تانك وداخله في البايب وسكت، فبدي اعتبرها شارب، قيمه اللوسز نص في في تربيع 2 جي، حيث في السرعه اللي طالع في البايب. والعكس انه اللي طالع من البايب وداخل في التانك احنا بنفقد في تربيع على 2 جي. طب والباقي؟ لازم نكون نعرف كيف نطول البيانات، تمام. يعني لو انا اعطيتكم هذا الجدول هيك حطيت لكم المعادلات وبس وسكتت، كنت تعرفوا كيف تطولوا البيانات وتفسروها في عندكم في الشغل، تمام. احنا تقريبا خلصنا هذا الشابتر، ضايل فيه بس اللي هو السؤال هذا مع سؤال كمان في شابتر 4 هم متشابهين. ان شاء الله بنشوف هدول الشغلات المرة القادمة. الله يعطيكم العافية، ونراكم المرة الجاية، وبديكم إن شاء الله تشدوا حيلكم لأنه احنا تقريبا خلصنا هذا الشطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.